بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أحمد عبد الرحمن من جي في إكس أكاديمي دوت بي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الجلاس ماتيريال، بس هنتكلم على أكتر من نوع من الجلاس. هنتكلم على الكلين جلاس، هنتكلم على السمودج جلاس، هنتكلم على البليد جلاس، هنتكلم على مش عارف في إيه تاني، الديرت جلاس. مبدئيا أنا مش عامل أي حاجة غير إن أنا جايب شيدر بول، دي موجودة في الكورس بتاع جراند وورويك بتاع الديري، كورس قوي جدا، والشيدر بول دي بصراحة كويسة جدا. تعالوا نعمل الماتيريال من غير ما نتكلم كتير. مبدئيا لو انا رحت للسيت اب بتاعي هلاقيه مفهوش اي حاجة خالص غير مجرد لايت وسكاي دوم، مش اكتر من كده. لايت واحد، لايت واحد بس، وسكاي دوم بخامة كده. نقطة مهمة جدا ان الجلاس ماتيريال من الماتيريال سبيشال قوي، اللي مش كل الاعدادات بتاعة الخامة ينفع انك تطبقها على نفس الانفايرمنت او على انفايرمنت او على كل الانفايرمنت. لو غيرت اي حاجة او غيرت اللايت سيت اب بتاعك لازم هتغير في البارامترز بتاعة الماتيريال. خامة الجلاس بالذات من الخامات اللي فعلا سنسيتيف جدا لموضوع الإضاءة وللهيدر، بالذات الهيدر. البتاعة دي أنا عايز أرجعها زي ما كانت، تقريبا كنت عاملها 45، مش فاكر كنت عاملها صفر. المهم ده بالنسبة لللايت سيت أب مفيش فيه كلام كتير، مفيش فيه عك يعني. لو رحنا بقى للماتيريال، الماتيريال نفسها هنروح لكرييت، وعلى طول هقول له تشيدر وارنولد تشيدر نتورك، دبل كليك ونخش على طول على النتورك. وقبل ما نعمل اي حاجه نروح على بلجنز ونطلع الاي دي ار. الناتج ده كان من المحاضره الانجليش بتاعت نفس الدرس ده. المحاضره الانجليش هتلاقوها على شانل اسمها ان اتش اس توتس، وده جرافيك كوميونيتي فرنسي. الحمد لله بدأنا نطلع أول محاضراتنا الإنجليش، وإن شاء الله نكمل بإذن الله. نكمل في محاضرتنا العربي. هناخد أول حاجة ستاندرد شيدر. ستاندرد شيدر، نحط الستاندرد شيدر، نكونكت الستاندرد شيدر بالأرنولد بيوتي. أنا مش هطبق الماتيريال أصلا، هاخد دي وأحطها على النل. والازاز مالوش ماتيريال، اسف مالوش كلر. يا اما نخلي ده زيرو، يا اما هنخلي ده اسود. ده المهم ان هو ما يبقاش له كلر. في نقطه مهمه بس الاول، عايز اظبط الدنيا بتاعتي هنا، لان دي هقول لكم انا رفعتها ليه وارجع هنا تاني. ده الديفيوز. نخلص واحدة واحدة من حاجة حاجة. السبيكلر أنا عايز ريفليكشن أكيد، فأنا هعمل ريفليكشن ده بالشكل ده كده. طبعا أنت بتشوف ده تقول عليا أهبل، مش هنعلي بالمنظر ده، لا بالمنظر ده يمكن أكتر يعني. ممكن أوصل دي كمان ل 0.95، وفي الروفنس دي مش هتبقى عالية يعني، هتبقى مثلا 0.05 يعني، مش عايزين روفنس عالي قوي. طبعا ده مش منظر ريفليكشن. ينفع اشتغل بدي بس لو اعمل حاجه زي الكروم وما تبقاش كده تمام. المايكرو فاسيت ديستريبيوشن، في فرق بين البيكمان والجي جي اكس، في فرق جامد بين البيكمان والجي جي اكس. ده بقى هيعتمد على انت عايز تطلع ايه. هل انت عايز تطلع حاجه فيها شارب ريفليكشنز، ولا عايز تطلع حاجه فيها اسف شارب سبيكلرز، ولا سوفت سبيكلرز. دي عشان تبان مش هتبان هنا. الاول انا هخلي 0.5، متعمد اخليها 0.5، وهقول له طبعا فيرنل، بس مش هستخدم ده. هروح للريفراكشن واقول له يوز او فيرنل يوز اي او ار، يعني الفيرنل ده خاضع للاي او ار ده. خلي بالنا من حاجه مهمه جدا، ان الاي او ار ده هيكنترول حاجتين مع بعض، هيكنترول الويت او الوايت بتاع الريفراكشن اللي هو الانكسار، و الاماونت بتاع الريفليكشن او الاسبيكولار. هقول له يوز او فرنل يوز اي او ار، في الحاله دي ممكن اخليها 0.5،
بالمنظر ده. طبعا انا كده رايح للميتال، انا هخلي ده 4 لان انا فعلا عايز اروح للميتال، تمام، او خليه مثلا 3. و تعالوا كده نشوف لو انا عملت بوينت 3 تمام، واخلي ده بوينت 5. وتعالوا كده نروح، احنا شغالين على مين؟ على بيكمان، مظبوط. طيب تعالوا نعمل ريندر ونشوف شكل البيكمان عامل ازاي. ده شكل السبيكلر في البيكمان، تمام. نستنى لما نخلص ريندر عشان تبقى اتشافت مظبوط. اللي معلي وقت الريندر قوي كده ان انا معلي الريفراكشن ريدف، برضه هقول انا معليها ليه لما نجي لها، تمام. ادي منظر البيكمان. لو قفلنا ده ورجعنا تاني هنا واخترت جي جي اكس وجيت شغلت الريندر مره تانيه، قامت الفرق واضح. لو احنا رحنا لده ورحنا لده، زي ما احنا شايفين الجي جي اكس بيدي جريدينت او بيدي سوفت ترانزيشن بين الهوت سبوت وبين بقيه السيرفس عكس البيكمان. فده زي ما قلت هو بيتوقف على السطح اللي انت بتعمله او على الماتيريال اللي انت بتعملها. اعتقد دي خلصت، نقفل بقى دي. في حالتي او في اللي انا هعمله ده انا محتاج بيكمان مش جي جي اكس. نيجي بقى ليه الويت بتاع الريفراكشن. في الويت بتاع الريفراكشن انا هخليها 0.95 تمام، ونعمل الاي بي ار. اتوقع نشوف ازاز مظبوط، مش هنشوف ازاز. ليه مش هنشوف ازاز؟ لان عشان نعمل سيرفس منفذ للضوء انا محتاج اقول لارنولد ان السطح ده او الجيومتري ده ترانسبيرنت. ازاي؟ هروح على النال بتاعي، وان كان يفضل انك تطبق الماتيريال دي على كل اوبجكت من دول نتيجه لان كل واحد من دول مختلف تماما. يعني احنا هنستخدم صور، انا قلت الموضوع في محاضره قبل كده، هنستخدم صور يبقى بلاش تطبق الماتيريال على النال ويطبق على بيت الجروب. هتلاقي عندك ديستورشنز وهتلاقي عندك سكواشز وهتلاقي عندك ستريتشز، ولو عملت ايه بالذي مش هتعرف تكنترول القصه دي. فماتيريال زي دي المفروض تطبق على كل واحد واحد، بس مجازا احنا مش هنعمل حاجه فيها صور، او لو هنعمل صور لما نيجي نعمل السمارج والكلام ده كله هنبقى نطبق على كل واحد. لكن هنا انا هروح للشيدر بول ورايت كليك واقول له سينما 4 دي تو اي تاجز، واقول له ارنولد بارامتر. التاج ده المفروض هو بيفهم هو نازل على ايه. لو نازل على الجيومتري هيديني هنا جيومتري بروبرتيز، لو نازل على لايت هيديني لايت بروبرتيز، لو نازل على كاميرا هيديني كاميرا بروبرتيز. لكن انا هنا منزله على نال، فارنولد مش عارف انت عايز ايه. في الحاله دي ما بتفتحلكش غير حاجه واحده بس، اللي بيقول لك شو كاستم بارامترز. لو علمنا على الشو كاستم بارامترز تمام، خلاص هو هيقوم مخرج ان هي عباره عن بولي ميش. التاج هنا انت بتختار عايز ايه، مش لايت ولا كاميرا ولا ولا ولا، انا عايز هنا بولي ميش. في الحاله دي هقول له اوبيك نون. في الحاله دي هنشوف ازاي. تمام، نيجي بقى نشوف هنا ايه اللي مبوظ الدنيا. اولا اللي مبوظ الدنيا ان الاي او ار انا كنت عشان اوريكم البيكمان والجي جي اكس هرفعه ل 3، لكن هو هيبقى 1.33. عايز تروح للفيزيكالي اكيوريت قوي، روح اوصل مشوار لحد ويكيبيديا وشوف الريفراكشن بتاع ازاز ظروف كام. روفنس عاليه هنا هقول له هنا 1.3 مثلا. كده خدنا الكلير جلاس. حاجه بقى مهمه جدا 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 في القصه دي، واحد يقول لي طب انا عايز الون الاخر. اولا الروفنس ويت هرفعه شويه. خلي بالنا من نقطه مهمه جدا، مفيش حاجه 100% ريفليكشن ومفيش حاجه 0% ريفليكشن، انسى الموضوع ده. زي برضو مفيش حاجه 100% ريفراكشن ومفيش حاجه 0 ريفراكشن، برضو انسى القصه دي. يعني
لو هنتكلم فيزيكالي قوي يبقى زي ما بنقول، لو هنتكلم كسي جي اعمل اللي انت عايزه، خليها فلوس، خليها 100، انت حر. لكن اللي انت مش حر فيه انك انت لما تختار الريفراكشن كلر تختاره من هنا. في فرق جامد بين انك تختار من هنا وبانك تختار من الترانسميتنس. لو اخترت من هنا الكلر بتاعك وليكن حاجه زي كده هتاخد ده، تمام؟ هتقول لي ما انا ممكن اجي كده واخفه، خلي كده، افضل اعمل اللي انت عايزه، مش هتاخد اللوك اللي في بالك. لسبب، لان الكلر بتاع الريفراكشن ما بياخدش في اعتباره السطح ده سميك فين ورفيع فين، ما بياخدش في اعتباره السطح ده فيه كيرفات فين وفيه فلاتن فين، مش هياخد الكلام ده في اعتباره، هياخد الكلر ويعمل له مالتي بلاي ويحطه على السيرفس زي ما هو. ده ما تستخدموش غير لو انت عايز تعمل محاكاه للثيكنس بتاع الازاز. يعني على سبيل المثال انا لو عملت كده، تمام، انا خدت ده مثلا كده وجيت عملت كده، خلاص نفس الحكايه زي ما احنا شايفين، نفس الحكايه في الترانسميتنس. هنا لو احنا رحنا هنا وجيت بقى خدت الكلر، هنا في كلام تاني، انا عايز اجي هنا بس واخلي ده كده، استنى شويه، سنسيتيف بطريقه فظيعه، سنسيتيف جدا 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 على فكره للون الابيض، حاجه زي كده. بص كده اللي حصل لما حطينا ترانسميتنس، اللي حصل ايه؟ خد في اعتباره هو فلات فين، وخد في اعتباره هو سميك او تقيل فين. هو ده الفرق الكبير جدا بين الترانسميتنس كلر وبين الريفراكشن كلر، فرق جامد جدا بين الاثنين. الويت ده خليه كده طالما استخدمنا لون، والاي او ار خليه 1.5، تمام، عشان ناخد ماتيريال زي دي. زي ما قلنا الموضوع سنسيتيف جدا للون. كلر بيكر ده لو مش مريح حد اشتغل على الار جي بي اتش اس اي كي مش عارف كلفن، هنا الاستورج اعتقد هتبقى احسن لنا. المهم انا اخترت كلر زي ده وكده الخامه بتاعتي كلير بلس. النقطه المهمه هرجع ده تاني للابيض، تمام، عشان يبقى بالمنظر ده، عشان عايز اوريكم حاجه مهمه جدا، وهخلي ده 1.3 وهطلع هنا للريندر سيتنس. دلوقتي انت عندك اوبجكت جوه اوبجكت جوه اوبجكت، وعندك اوبجكت، الاوبجكت ده تخين جواه سفير، السفير دي كمان ليها ثيكنس، فانت عايز تسمح للضوء انه يخش شويه كمان جوه السيرفس. الحاله دي هروح للريفراكشن، هو ده اللي بقول لكم عليه انا كنت رفعته، وهو انا رفعته في الريفراكشن ريدف. لو دي باتنين هتبقى دي. دي بقى حلها مش من ماتيريال ولا حلها من اللايت، دي حلها من هنا. خلاص ده ممكن نوصله لستة، هناخد الماتيريال. خلي بالنا جدا زي ما قلت الريفراكشن او الخامه بتاعت الجلاس فعلا سنسيتيف لحاجات مهمه قوي، الري ديبث في الريفراكشن والترانسميتنس كلر والثيكنس كلر من الريفراكشن نفسها، هو ده اللي هو حساس له. طيب في قيمه مهمه قوي اللي هي الديسبرجن اب نمبر. الديسبرجن اب نمبر ده المفترض لو الضوء هيعدي من منشور او من ازاز فبيتقسم لالوانه الاساسيه اللي هي الرينبو. لو عايز تعمل الافكت ده في الحاله دي هتعلي القيمه دي، القيمه دي لو خليناها مثلا 100 هنلاقي الضوء لما هيعدي من السيرفس بتاعنا ده هيديله الكالر اللي انت شايفها دي. لحد ما الموضوع ده بيبقى شيء طبيعي، بس طبعا برضو زي ما قلنا على حسب السيرفس. القيمه دي لو قليله جدا
هتدي الايفكت العكسي اللي احنا شايفينه ده. حاجه بس لو خليناها 200 هتديني الايفكت عموما حاجه في السكه، فقلنا نقولها علشان نبقى عارفين دي. طبعا الروفنس اكيد هيبقى فيه سند روفنس، مفيش برضو سطح اهو، هو ده اللي بتكلم عليه، مفيش سطح برضو له نظيف قوي كده ولا هو رف قوي. الحاجه المهمه او الاهم من كده كمان زي ما قلت لكم في موضوع الاضاءه دي، انا لففت مثلا 45 لو انا رجعتها زيرو الخامه اتغيرت تماما تماما، انا ما غيرتش الهيدر ده، انا كل الحكايه ان انا لفتها. هو ده اللي كنت بتكلم عليه، ان الجلاس ماتيريال سنسيتيف جدا لموضوع اللايتنج. محاضره كانت قصيره بحيث افصل كل حاجه لوحدها في المحاضره اللي جايه، مش في المحاضره اللي جايه، لو بسرعه كده عايز اقلب ده لفروستد جلاس هروح للسبيكلر واعلي الروفنس ل 0.4 مثلا اهو، الاقيه عمل زي الازاز اللي هو المجلفن او الازاز اللي هو التخين شويه ده، مش عارف اسمه ايه. تمام، الحاجه الاهم من ده كله ان انا مش عايز الريفليكشن يبقى منتظم بالشكل ده، عايز يبقى فيه حاجه بنسميها الانبرفكشنز، لان مفيش سطح. دي تاني حاجه، مفيش سطح مستقيم جدا بالشكل ده، لازم يبقى فيه imperfections او عدم انتظام. انا هرجع الروفنس ل 0.2 وهاجي هنا احط نويز الت دبليو في عشان اوصل النويز في البيوتي سلوت. وهروح على السكيل هخليه 0.2 0.2 0.2، لا 0.5، وهزود الديستورشن شوية وهزود الكونتراست شوية اوكتيفز. ده اللي انا محتاجه علشان اعمل البامب، هقول له هنا بامب 2D وهاخد الستاندرد احطها في الشيدر، وهاخد الشيدر نفسه واحطه في البامب في دي، هقوم جاي رميها هنا كده عشان اوريكم الافكت، هخلي ده قيمه عاليه قوي. ادي الامبرفكشنز اللي انا بتكلم عليها، طبعا مش تبقى بالمنظر ده، انا بس عليت القيمه دي عشان نبقى شايفينها. هقول له ده 0.5 بحيث بس ناخد مجرد مناطق مش منتظمه. الحاجه الاهم من ده ان النويز عاوز اخد السكيل ل 0.3 0.3 0.3 لان افتكر ان هي كانت صغيرة شوية كده. ده بالنسبة للماتيريال بتاعت الكلير جلاس. في حاجة مهمة كمان عايز اتكلم عليها بسرعة قبل ما انهي المحاضرة بتاعتنا، في التاج ده في هنا حاجة اسمها ريسيف اسف سيلف شادو. سيلف شادو لو انت شلتها اي الاوبجكت ده جوه ده، فده عامل كاستم شادو. تمام، نفس الموضوع في الاوبجكت ده نفسه، الاوبجكت نفسه بيعمل سيلف شادو منه لنفسه، فلو انا شلت ده هنلاقي الازاز كانه ازاز رفيع. فموضوع السيلف شادو واللون من الريفراكشن هو ده اللي بيخليك تعمل محاكاه الى حد ما، ان يبقى ده ازاز سميك او لا. انا هرجع سيلف شادو زي ما هي واسيبها ترندر وارجع لكم بعدها. ادي الرندر خلص. لو بصينا على الفروقات، ادي واحد اثنين
الفرق في الماتيريال واحد، مفيش فيها بارامترات متغيره. طبعا البارامتر اكيد متغير، بس قيمه 1 من 10 مش عارف ايه الكلام ده كله، بس الاساسي اللي متغير الاضاءه. كان في هنا انا كنت حاطط لايت، وهنا لايت تاني، كان في فوق هيد لايت وسكاي لايت. ادي نظام. ده كان هنا انا كنت حاطط نفس النظام بتاع الاضاءه بتاعتنا، بس كنت لافف الهيدر. هنا نفس ده بالظبط، بس كنت لافف الهيدر، لفيت رجعت تاني. يعني زي ما قلت الماتيريال دي خلي بالنا بس ان هي سنسيتيف للحاجات اللي انا قلت عليها. المحاضره اللي جايه هتبقى على السمارت جيت.